مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم لوقائع المؤتمر الصحفي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن إلى هناك. على مسافة واحدة من جميع الأطراف في النزاع في اليمن، وعلى هذا الأساس نتبع الشفافية في الإعلان عن النتائج التي نتوصل إليها بكافة التفاصيل، استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الفريق في إيضاح الحقائق أمام الرأي العام العالمي. وقبل أن أتطرق إلى الحالات التي سوف أستعرضها، أود أن أنبه إلى أنه بعد المؤتمر الذي عقد للفريق قبل حوالي أسبوعين، رصد الفريق بعض من التقريرات المتعلقة بما ورد في فحوى هذا المؤتمر، وتحديدا في حالة اتهام التحالف بقصف مسجد الحسيني. طبعا نحن نتفهم عمل الصحفي والسبق الصحفي في طبعا توصيل المعلومة، ولكن طبعا نرغب في أن يكون هناك دقة في إيصال هذه المعلومات. وعلى هذا الأساس الفريق يقوم بتزويد الأخوة طبعا والأخوات من رجال الإعلام بنسخة ورقية من البيانات الإعلامية المعدة من قبل الفريق، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية بقرار تسهيل عملكم وإيصال هذه المعلومة بالسرعة الممكنة. هذا ما طبعا لازم بيانه. سبق وأن أعلن الفريق عن 75 تقرير بخصوص الحوادث في اليمن، واليوم نستكمل بعض من هذه الحالات. الحالة رقم 20، طبعا بحسب التسلسل أو الريكورد أو سجلات الفريق، هذه الحالة أعطيت رقم 20 واليوم نعلنها في هذا المؤتمر. طبعا ورد في طلع الفريق على تقرير من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر صادر بتاريخ 22/9/2017. فحوى هذا التقرير أن قوات التحالف الجوية في حوالي الساعة 3 فجرا بتاريخ 23 أغسطس 2017 قامت بثلاث ضربات جوية أو ثلاث طائرات جوية في قرية بيت العذري بمديرية أرحب في محافظة صنعاء. مديرية أرحب تقع طبعا على الطريق الواصل ما بين الحديدة والجوف وصعدة، وتبعد عن منطقة صنعاء بحوالي 25 كيلو متر. هذه طبعا القارة الجوية أصابت مبنى يضم محلات وفندق يقيم فيه مزارعون، وكما جاء في التقرير بأن المعلومات تشير إلى أن حوالي 50 شخصا قد قضوا حتفهم أو قتلوا، وتعرض 54 شخص لإصابات متفرقة. كما أن اللجنة أرفقت في هذا التقرير أو ذكرت في هذا التقرير أن لديها معلومات أن عدد المقاتلين الذين كانوا متواجدين في بيت العذري والذي كان هو عبارة عن استراحة من طابق واحد لم يتجاوز 2 شخص، أما الباقي فهم كانوا مدنيين من تجار القاتل. بناء طبعا على منهجية الفريق في التحقيق، قام الفريق بالتحقق من وقوع هذه الحادثة، وبعد أن قمنا بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك والصور الفضائية، توصل الفريق إلى التالي: أنه قد وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف، وبناء على عملية الاستطلاع التي تمت قبل استهداف منطقة الهدف، والتي أكدت وجود تجمع لعناصر مسلحة وتحديدا للكتيبة الخاصة التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، كانت هذه طبعا في المبنى وتتخذ هذا المبنى كمقر لها. طبعا هذا الهدف لدى التحالف يعتبر هدف عالي القيمة، وأن الموقع كان يستخدم كنقطة تجمع وانطلاق لتلك العناصر التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في أثناء القيام بالعمليات العسكرية ضد قوات التحالف. الصورة طبعا المعروضة من حضراتكم، المؤشر على مبنى بيت العذري، طبعا يبعد هذا المبنى والذي يقع على طريق يبعد عن قرية العذري تقريبا حوالي 300 متر. طبعا هذه الصورة قبل الاستهداف. بناء على هذه المعلومات التي تحصلت عليها قوات التحالف
قامت في حوالي الساعة 3 صباحا من يوم الأربعاء الموافق 23/8/2017، وكما جاء في الادعاء بتنفيذ مهمة جوية باستهداف هذا المبنى المستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، كما وأنه كانت هناك نقطة تفتيش عسكرية قريبة من المبنى، أي أنه قد تم استهداف هدفين عسكريين مشروعين يحقق طبعا تدميرها أو استخدامها ميزة عسكرية لقوات التحالف. طبعا كانت الميزة العسكرية شل تحركات ميليشيا الحوثي المسلحة على المدخل المؤدي إلى مدينة صنعاء. النقطة الدائرية هذه طبعا المبنى بعد الاستهداف، مبنى بيت العذري أو ما تسمى استراحة بيت العذري، والمبنى المربع هذا موقع طبعا ما تم استهدافه نقطة التفتيش العسكرية. بناء على طبعا ما تم عرضه أمام حضراتكم، توصل الفريق بأن إجراءات التحالف كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. الحالة رقم 76، ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن أن قوات التحالف الجوية بتاريخ 20/9/2016 قامت بإقارة جوية أصابت سيارة مدنية في منطقة المنصاف بمديرية المطمة بمحافظة الجوف، الأمر الذي أسفر عن مقتل 15 شخص مدني ومن بينهم 12 طفل وثلاث نساء، وكذلك إصابة ثلاثة أطفال آخرين. وحسب ما جاء في التقرير، أن السكان المدنيين أخبروا المفوضية أن السيارة تعود إلى مزارع وأن الضحايا كانوا في طريقهم إلى العمل في المزرعة. بناء على إجراءات التحقق التي قام بها الفريق بعد اطلاعنا على جميع الوثائق المتعلقة بهذه الحادثة، توصل الفريق إلى أنه قد وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف من قيادة المنطقة العسكرية السادسة للقوات اليمنية التابعة للحكومة الشرعية. هذه المعلومات وردت إلى قيادة العمليات الخاصة المشتركة في العمق اليمني عن أن هناك عربة من نوع جيب شاص تحمل قياديين حوثيين متواجدة في منطقة معزولة. بناء على ما تم طبعا التحصل عليه من معلومة، قامت قوات التحالف ومن خلال التشكيل الجوي المنفذ للمهمة برصد العربة وبالتنسيق طبعا مع المصادر الأرضية بتحديد أوصاف هذه العربة، وبعد أن تمت متابعتها ورصدها حتى وصلت إلى منطقة معزولة عن المباني والمدنيين، تم استهدافها في حوالي الساعة 9 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2016، حيث تم استهداف هذه العربة بقنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف في منطقة تبعد عن قرية المنصاف بحوالي 2.5 كيلو. الموقع الذي طبعا تم فيه استهداف، ويلاحظ بأن هذه المنطقة معزولة وخالية من المباني، وكما لاحظ الفريق وبعد حدوث عملية الاستهداف بأنه قد حدث انفجار ثانوي في هذه العربة، مما يؤكد بأن هذه العربة كانت تحمل ذخائر على متنها. بناء على طبعا ما تم استعراضه أمام حضاراتكم، توصل الفريق أن قوات التحالف وعند استهدافها العربة الذي تحمل قياديين كانت إجراءاتها سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. الحالة رقم 77 التي قام الفريق بالتحقق منها، جاء في التقرير الثاني المرحلي عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أنه في تمام الساعة 4 فجرا من يوم الأحد الموافق 14/2/2014 سمع صوت انفجارين استهدفا طبعا قلعة قشلة وفارق زمني مقداره أقل من دقيقتين. هذا القصف أدى إلى تهدم أجزاء كبيرة من مبنى القلعة، كما وتضررت 4 منازل مجاورة بشكل
كبير. كما فاد الشهود وحسب ما جاء في التقرير أن القلعة لم يعد يتم زيارتها من قبل المواطنين منذ بداية الحرب، لأنها أصبحت سكنا لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق صالح، أي أنها تستقل في طبعا دعم المجهود الحربي أو لأغراض عسكرية. لم ينتج طبعا عن هذا القصف أي إصابة أو مقتل أي من الأشخاص المدنيين كما جاء في التقرير. موقع قرية قشلة كما هو ظاهر أمام حضراتكم في الشريحة المعروضة على الشاشة، موقع قلعة قشلة وموقع المبنى الذي تم استهدافه من قبل قوات التحالف. بناء على التحقيق الذي قام به الفريق المشترك توصلنا إلى أنه قد توفرت معلومات استخباراتية مؤكدة لدى قوات التحالف مفادها عن وجود عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة في مبنيين بمديرية شبام كوكبان وبمحافظة المحويت. بناء على طبعا ما تحصلوا عليه من معلومات استخباراتية قامت قوات التحالف الجوية في حوالي الساعة 3:50 فجرا أو صباحا من يوم الأحد الموافق 14/2/2016 بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين مشروعين عبارة عن مبنيين بمديرية شباب كوكبان، وذلك لتواجد عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلح وقوات الرئيس السابق في داخل هذين المبنيين، والذين كانوا يستخدمون كثكنات عسكرية لإيواء وإقامة عناصرهم المسلحة. والجدير بالذكر أن المبنى قلعة قشلة غير مدرج من ضمن المواقع الأثرية في موقع طبعا منظمة اليونسكو للتراث العالمي، وبالتالي لا يتمتع بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية، والتي تنص على أنه في حالة الاستهداف توجيه إنذار إن أمكن قبل عملية استهداف مثل هذه المواقع. على هذا الأمر سقطت الحماية القانونية عن هذه القلعة لاستخدامها لأغراض عسكرية. المبنى الثاني الذي تم استهدافه ويستخدم كثكنات للميليشيا الحوثي قوات ميليشيا الحوثي المسلح والرئيس السابق كان يبعد عن القلعة مسافة 128 متر. صورة بعد عملية الاستهداف في أعلى الصورة قلعة قشلة، ولاحظ هذه الصورة بعد عملية الاستهداف، وكذلك الحال للمبنى الذي تم استهدافه والذي يبعد فقط مسافة 128 متر. بناء على ما سبق بيانه توصل الفريق بأن استهداف المبنيين كان صحيح ومتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد العرفية، باعتبار أن الحماية القانونية للأعيان المدنية قد سقطت لاستخدامهما للأغراض العسكرية. الحالة رقم 78 ورد في التقرير الثاني عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أنه في صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 11 إلى انهيار هذا المنزل وسقوط 4 قتلى وإصابة طفل واحد من جراء هذا الصاروخ أو الاستهداف. الموقع محل الادعاء في فبراير 2015. بناء على الإجراءات التي يتبعها الفريق للتحقق من هذه الواقعة توصلنا إلى أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات جوية على مدينة عدن بتاريخ الادعاء 9/2/2016، مع العلم بأن عدن قد حررت في تلك الفترة وهي واقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. كما قام الفريق وطبقا للإجراءات الداخلية في التحقق من يوم قبل الادعاء ويوم ما بعد الادعاء، وتبين لنا بأن لم تكن هناك أي مهام جوية على منطقة عدن تاريخ 8/2/2016 وتاريخ 10/2/2016.
الصورة المعروضة أمام حضراتكم الموقع محل الدعاء في فبراير 2017، يلاحظ بأن المبنى سليم ولم يتعرض لأي أضرار بتاتا. بناء على ما سبق بيانه، توصل الفريق بأن قوات التحالف لم تقصف هذا المنزل بناء على ما جاء في التقرير السنوي للجنة الوطنية لرصد حقوق الانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. الحالة رقم 79، رصد الفريق من خلال المعنيين والمكلفين بهذه المهام في وسائل الإعلام الموثوقة أنه قد تم تداول نقارة جوية وقعت بجوار مبنى المحكمة بحي كمب الصعيرة في مديرية مقبنة بتاريخ 18/5/2016، الأمر الذي أدى إلى سقوط 16 قتيلاً وعدد من الجرحى. بناء على الإجراءات التي قام بها الفريق من التحقق من هذه الواقعة، توصلنا إلى أنه وبعد مراجعة جدول حصر المهام اليومي ليوم الإدعاء الموافق 18/5/2017، تبين أنه لم تكن هناك أي مهمة جوية في مديرية مقبنة، وأن أقرب هدف تم أو أقرب موقع تم استهدافه كان يبعد عن هذه المنطقة مسافة 64 كيلومتر شمال مديرية مقبنة. مديرية مقبنة على جهة اليمين، الموقع الذي تم استهدافه على جهة اليسار، المسافة فيما بينهما 64 كيلومتر. كما أن الفريق وفي سبيل الوصول إلى الحقائق المتعلقة بهذه الحادثة اطلع على صور فضائية للموقع محل الادعاء بتاريخ 21/7/2017، أي بعد تاريخ الادعاء، ولم يتبين أن هناك أي أثار تدمير جوي في محيط مبنى المحكمة. الموقع طبعا في فبراير 2016، ويلاحظ هذا المبنى محل الادعاء. المبنى بتاريخ يوليو 2017، لا يوجد أي أضرار أو أثار تدمير أو قصف على هذا المبنى، نفس الحال كما كان في السنة التي قبلها والتي تم استعراض الصورة أمام حضراتكم. بناء على ما تم استعراضه، توصل الفريق بأن قوات التحالف لم تقم باستهداف هذا المبنى الذي يقع بجوار مبنى المحكمة بحي كمب الصعيرة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. هذا ما لزم بيانه في هذا المؤتمر. إذا